يحاول النظام السوري منذ بداية الثورة إظهار ما يجري في البلاد على أنه مؤامرة، بما في ذلك كشف تضليل إعلامي يلفق للنيل من الأسد بحسب قنواته التلفزيونية، واتهام الثوار بارتكاب جرائم لا أخلاقية. وإلى ريف دمشق حيث تعرضت فتاة للاغتصاب، وهذه قصتها. مساء يوم السبت 18 شهر كنت راجع التاكسي على بيت أهلي، فتنا بطريق فرعي ماشيين بالتاكسي، شفت سيارة سازوكي ورانا، كانت اجوا معاكسين ووقفوا التاكسي، نزل البنت اللي معاك. هنا تظهر هذه الفتاة تتهم شبانا في مدينة حرستة الثائرة بريف دمشق باختطافها، ثم يجلب أحد معتقلي حرستة للاعتراف بما لم ترتكب يداه. وقفت السيارة محل ما بدها تنزل البنت، نزلنا نحن من السيارة، نزلنا البنت بالقوة. لكن ما ظهر من تسريبات من منشقين عن سلك الدراما الإعلامية كما يسميها السوريون توضح أن الفتاة لم تخطف، وما الشاب إلا ضحية. كنت راجع بيت أهلي، طلعت بتاكسي، ولما وصلنا على حرستة دخل السائق من طريق ضرعي. هو كان بضرعي، طيب مو كان بفرعي، بس هددوا وقالوا قلعوا. يوم السبت 18 شهر كنت راجعة على بيت أهلي، طلبت تاكسي ورحت طلعت فيها. يحدث أن تنسى هذه الفتاة ما لقنت، لكن السؤال يبقى عن مصير المتهم، خاصة وأن منظمات دولية عديدة حذرت من استغلال النظام السوري للمعتقلين عبر إرغامهم على الاعتراف تحت التهديد. إذن هذا المتظاهر وبعد أن ينهي مهماته الموكلة إليه بالتخريب يتجه للاغتصاب والسلب والنهب وقطع الطرقات، ممارسات يقول ناشطون إنها أصبحت مدعاة للسخرية. أخذوني على برية. وهنا أيضا يعد مراسل القناة السورية تقريرا عن الجيش الحر مستعينا بقوات من جيش النظام تطلق النار على حاجز مزعوم وهو بطبيعة الحال فارغ. في حي عشيرة كان أحد حواجز الجيش يتعرض لهجوم إرهابي، كاميرا الإخبارية استطاعت الحضور إلى مكان الهجوم بعدما تم إخفاء هوية القناة عن الإرهابيين. كما بث التلفزيون السوري سابقا كشفه لخلية إرهابية تدمر منازل سكنية في حمص، ليتضح لاحقا أن مراسل القناة الرسمية برفقة جيش النظام أعدوا مكان التصوير بعناية واختاروا المشاهد واحدا تلو الآخر. محمد رغمش، العربية.